بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أيامكم. كيف حالكم جميعا يا أبناء الطلاب وبنات الطالبات؟ أدعو الله لكم بالصحة والعافية وفي أطيب الأحوال وأفضلها، أمين يا رب العالمين. اليوم بإذنه تعالى وأود أن أشارك معكم موضوعا مهما رائعا في النحو العربي للسنة الخامسة الثانوية، فأرجو أنكم مستعدون استعدادا تاما لمتابعة هذا الدرس إلى نهايته، فأترككم قليلا بالفيديو الآتي. السلام عليكم يا أخي العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أخت العزيزة. صباح النور، لقد مضى علينا وقت طويل لم نقابل. أنا مشتاقة إليك اشتياقا شديدا. أنا أيضا أشتاق إليك. هيا نخرج معا للتسوق والأكل والمحاورة. كيف لو نشترك في الرياضة في آخر هذا الأسبوع؟ يا أخي هذه فكرة جيدة، أنا موافقة جدا. متى سنذهب؟ أنا لم أصبر للذهاب معك. سنذهب في اليوم الأحد المستقبل إن شاء الله. أأنت تعرفين ما فائدة الرياضة؟ فائدة الرياضة هي المحافظة على صحة الجسم والعقل. أجل، أنت ممتازة. أشعر بالنعاس، أنا أنصرف الأول. ليلة سعيدة. طيب، أراك لأحد المستقبل. إلى اللقاء. الطلاب والطالبات، ماذا رأيتم في الفيديو السابق؟ وماذا استفدتم منه؟ من ذلك الفيديو، هل أنتم تعرفون ما موضوع درسنا هذا اليوم؟ أجل، أنتم طيبون. موضوعنا لهذا اليوم هو المصادر للأفعال المجردة والأفعال المزيدة. موضوعنا لهذا اليوم هو المصادر للأفعال المجردة والأفعال المزيدة. أبناء الطلاب وبنات الطالبات، قبل أن نطول شرحنا اليوم، دعوني أن ألفت أنظاركم إلى الأهداف الدراسية المرسومة لهذه الحلقة. في آخر الدرس نرجو أنكم متمكنون أولاً تعريف المصدر، ثانياً معرفة أوزان المصادر السماعية والقياسية، ثالثاً تحويل الأفعال المختلفة إلى المصادر بشكل صحيح. هل أنتم مستعدون؟ هيا نبدأ بالتعرف أولاً إلى معنى المصدر. أيها المشاهدون الكرام، المصدر هو اسم يدل على حدث أو فعل مجرد من زمن وقوعه أو حدوثه أو مكانه أو فاعله أو عدد الفاعلين وجنسه. والمصدر ليس فعلاً ولا حرفاً، وهو اسم جامد، أي لا يؤخذ من غيره ولا يشتق من كلمة سبقته في الوجود. ومثال على ذلك هو كلمة لعب، فهو مصدره لفعل لاعب، فإنه لا يحدد من يلعب ولا زمن اللعب ولا مكانه ولا جنسه ولا عدده. أيها الطلاب والطالبات الأعزاء، كيف نصوغ المصدر؟ طيب، انتبهوا إلى هذه النقاط المهمة. كل المصدر يصاغ من الأفعال سواء كانت مجردة
أم مزيدة؟ الأفعال المجردة؟ الأفعال المزيدة؟ ما هذه؟ تعالوا معي نتعرف إليها. أولاً الأفعال المجردة. الأفعال المجردة هي ما كانت جميع حروفها أصلية ولا يمكن الاستغناء عن أي حرف منها وإلا تغير المعنى. وينقسم الفعل المجرد إلى نوعين، وهما فعل مجرد ثلاثي وفعل مجرد رباعي. الفعل المجرد الثلاثي هو كل فعل كان عدد حروفه الأصلية ثلاثة أحرف ويرمز إليه بوزن فعل. ومثال ذلك فعل كتب مصدره كتابة، وفعل جلس مصدره جلوسا، وفعل مهر مصدره مهارة، وفعل قرأ مصدره قراءة، وفعل فرح مصدره فرحا، وفعل زكم مصدره زكاما، وفعل زرق مصدره زرقة. ألم تلاحظوا أن المصادر لهذه الأفعال جاءت على أوزان مختلفة متنوعة، ومن الصعب تحديد منها القواعد أو الأوزان نقيس عليها. لذلك وضع علماء النحو أن الأوزان لمصادر الأفعال المجردة الثلاثية كانت سماعية، فلابد أن نحفظها كما وجدناها في المعجم. أما الفعل المجرد الرباعي وهو كل فعل كان عدد حروفه الأصلية أربعة أحرف ويرمز إليه بوزن فعل، فمصدر لهذا النوع من الفعل جاء على وزن فعللة وكذلك فعلالا. وعلى سبيل المثال فعل دحرج مصدره دحرجة، وفعل زلزل مصدره زلزلة، وفعل بعثر مصدره بعثرة، وفعل وسوس مصدره وسواسا، وفعل سيطر مصدره سيطرة. أبناء الطلاب وبنات الطالبات جميعا، نواصل درسنا اليوم بالقسم الثاني للأفعال ألا وهو الأفعال المزيدة. ما هو الفعل المزيد؟ الفعل المزيد هو كل فعل زاد على حروفه الأصلية حرف أو حرفان أو ثلاثة أحرف. وينقسم الفعل المزيد إلى نوعين أساسيين، وهما أولاً الفعل الثلاثي المزيد، وثانياً الفعل الرباعي المزيد. ما زلتم معنا؟ طيب أنتم ممتازون، هيا نغوص معاً بشكل أعمق. ينقسم الفعل الثلاثي المزيد إلى ثلاثة أقسام فرعية، وهي أولاً الفعل الثلاثي المزيد بحرف واحد، وثانياً الفعل الثلاثي المزيد بحرفين، وثالثاً الفعل الثلاثي المزيد بثلاثة أحرف.
أيها المشاهدون الأعزاء، تعالوا نتعرف إليه بشكل أدق. أولاً، الفعل الثلاثي المزيد بحرف واحد أو نسميه الرباعي، ويكون هذا الحرف الزائد إما الهمزة أو الأليف أو التضعيف. أولاً، هيا نأتي إلى الحرف الزائد الهمزة، وهو حرف زائد لكل فعل على وزن أفعل، فمصدره سيكون على وزن إفعالا. المثال: فعل أخرج، فمصدره إخراجا، وفعل أظهر، مصدره إظهارا. ثانيا، الحرف الزائد الألف، وهو حرف زائد لكل فعل على وزن فاعل، فمصدره سيكون على وزن فعالا أو مفاعلة. المثال: فعل شارك، مصدره مشاركة، وفعل خاصم، مصدره مخاصمة. ثالثا، الحرف زائد التضعيف، وهو حرف زائد لكل فعل على وزن فعل، فمصدره سيكون على وزن تفعيلا. المثال: فعل علم، مصدره تعليما، وفعل قدم، مصدره تقديما. أيها الطلاب والطالبات الأعزاء، استمروا معنا، هيا نلاحظ الآن القسم الثاني من الفعل الثلاثي المزيد، وهو الفعل الثلاثي المزيد بحرفين أو نسميه الخماسي، ويكون هذان الحرفان إما ألفاً وتاءً أو ألفاً ونوناً أو تاءً وألفاً أو تاءً وتضعيفاً أو ألفاً وتضعيفاً. هيا نأتي إليها بشكل تفصيلي. أولاً، زيادة الأليف والتاء، وهو كل فعل يأتي على وزن افتعل، فمصدره سيكون على وزن افتعالا. منه: فعل انتصر، فمصدره انتصارا، وفعل اكتسب، فمصدره اكتسابا. ثانيا، زيادة الأليف والنون، وهو كل فعل يأتي على وزن انفعل، فمصدره سيكون على وزن انفعالا. منه: فعل انطلق، فمصدره انطلاقا، وفعل انكسر، فمصدره انكسارا. ثالثا، زيادة التاء والألف، وهو كل فعل يأتي على وزن تفاعل، فمصدره سيكون على وزن تفاعلا. منه: فعل تسامح، فمصدره تسامحا، وفعل تخاصم، فمصدره تخاصما. رابعاً، زيادة التاء والتضعيف، وهو كل فعل يأتي على وزن تفعل، فمصدره سيكون على وزن تفعلا. منه: فعل تعلم، فمصدره تعلما، وفعل تقدم،
فمصدره تقدماً. خامساً زيادة الأليف والتضعيف، وهو كل فعل يأتي على وزن إفعل، فمصدره سيكون على وزن إفعلالا. منه فعل إحمر فمصدره إحمرارا، وفعل إخضر فمصدره إخضرارا. أيها الطلاب والطالبات الأعزاء، هيا نتأمل القسم الثالث من الفعل الثلاثي المزيد، وهو الفعل الثلاثي المزيد بثلاثة أحرف أو نسميه السداسي. الفعل السداسي وهو كل فعل على وزن استفعل الذي فيه زيادة الأحرف الزائدة الثلاث، وهي الهمزة والسين والتاء في أول الكلمة. فكل فعل على هذا الوزن ستكون مصدره على وزن استفعالا. منه فعل استغفر فمصدره استغفارا، وفعل استخرج فمصدره استخراجا. أما الآن ننتقل إلى القسم الثاني من أنواع الفعل المزيد، ألا وهو الفعل الرباعي المزيد. الفعل الرباعي المزيد وهو كل فعل على وزن تفعلل وسيكون مصدره على وزن تفعللا. منه فعل تدحرج فمصدره تدحرجا، وفعل تزلزل فمصدره تزلزلا. لسهولة الفهم وحفظها أقدم لكم تقنية الفهم التي قد لخصتها كالآتية: أولاً، المصدر الذي فعله الأصلي متساويان في الكلمة ولكن مختلفان في التشكيل. هناك وزنان: الفعل الأول تفاعل مصدره تفاعل، المثال تدارس مصدره تدارس. الوزن الثاني تفعل مصدره تفعل، المثال تجنب مصدره تجنب. ثانيا، الفعل الأصلي ومصدره كان بزيادة حرف الأليف قبل الحرف الأخير. عندنا خمسة أوزان على هذا النمط: الوزن الأول أفعل مصدره إفعالا، المثال أكرم مصدره إكراما. ثانيا، الوزن افتعل مصدره افتعالا، المثال اجتمع مصدره اجتماعا. ثالثا، الوزن انفعل مصدره انفعالا، المثال انصرف انصرافا. رابعا، الوزن افعل مصدره افعلالا، المثال احمر مصدره احمرارا. خامسا، الوزن استفعل مصدره استفعالا، المثال استكبر مصدره استكبارا. ثالثا، الفعل الأصلي ومصدره مختلفان تماما، وهذا النوع من المصادر لابد أن نحفظها. عندنا وزنان على هذا الشكل: الوزن الأول فاعل مصدره مفاعلة أو فعالا، المثال جاهد مصدره مجاهدة أو جهادا.
ثانياً، الوزن فعل مصدره تفعيلاً. المثال: رتب مصدره ترتيباً. يبدو أننا قد انتهينا من عرض محتويات الموضوع، فتأتي إلينا الآن التطبيقات والتدريبات المتعلقة. فهيا معاً نحاول إجابة الأسئلة الآتية. أيها الطلاب والطالبات الأعزاء، أأنتم مستعدون؟ هيا نبدأ. نقرأ السؤال الأول، وهو: حول الأفعال الآتية إلى المصادر الصحيحة. أولاً: شارب. ثانياً: انكسر. ثالثاً: كسر. رابعاً: وسوس. خامساً: أشرف. إنها لبسيطة، أليس كذلك؟ كيف بأجوبتكم؟ أولاً: شرب مصدره شرباً. ثانياً: انكسر مصدره انكساراً. ثالثاً: كسر مصدره تكسيراً. رابعاً: وسوس مصدره وسواساً. خامساً: أشرف مصدره إشرافاً. أحسنتم على الإجابة الصحيحة، وإذا أخطأتم فلا بأس بها ولا تحزنوا، لأن هناك مثل عربي الذي يقول: من لم يخطئ لا يفعل شيئاً. إذن فلا تخافوا أن تخطئوا. أيها الطلاب والطالبات، الآن هيا نحلل التدريب الثاني معاً. السؤال هو: املأ الفراغات الآتية بالمصادر الصحيحة من الأفعال بين القوسين. يا أيها التلاميذ، هيا نجيب الأسئلة معاً. في الجملة الأولى، المصدر الصحيح لفعل أجاب وهو إجابة، فتكون الجملة: صحح المعلم إجابة طلبته الخاطئة. في الجملة الثانية، المصدر الصحيح لفعل صام هو الصيام أو الصوم، فتكون الجملة: الصيام من أركان الإسلام. في الجملة الثالثة، المصدر الصحيح لفعل استغفر هو استغفاراً، فتكون الجملة: استغفر المؤمنون ربهم استغفاراً. ننتقل بعد ذلك إلى التدريب الثالث. هيا نجيب السؤال، والسؤال هو: هاتي مصدراً للكلمات التي تحتها خط. يا أبناء الطلاب وبنات الطالبات، هل أنتم تعرفون ما هي الإجابة؟
طيب، أنتم ممتازون. ها هي إجابتها. في الجملة الأولى، العمال يجتمعون في الساحة. مصدر لفعل الذي تحته خط يجتمعون هو اجتماع. في الجملة الثانية، الجيش يحمي ماليزيا من الأعداء. مصدر لفعل الذي تحته خط يحمي هو حماية. في الجملة الثالثة، الأغنياء يساعدون الفقراء بأموالهم. مصدر لفعل الذي تحته خط يساعدون هو مساعدة. الحمد لله، قد وصلنا إلى نهاية الحلقة. قبل أن نستودعكم بالوداع، دعونا نكرر النقاط المهمة لابد أن نذكرها. أولاً، المصدر هو اسم يدل على حدث أو فعل مجرد من زمن وقوعه أو حدوثه. ثانياً، أوزان المصادر الأفعال المجردة الثلاثية كانت سماعية، فلابد أن نحفظها كما وجدناها في المعاجم. ثالثاً، أوزان مصادر الأفعال المجردة الرباعية كانت على وزن فعلالة وفعلال. رابعاً، أوزان مصادر الأفعال المزيدة كانت قياسية، فهناك أوزان يمكننا اتباعها بسهولة كما رأيناها سابقا. إلى هنا فقط لقاؤنا. أرجو أنكم قد حصلتم على معايير التعلم المرسومة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وندعو الله أن يوفقنا جميعا في أمورنا في الدنيا والآخرة. هيا نحب اللغة العربية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا، وإلى اللقاء.